تمشي كرة ممتازة جدا، 10 تمريرات وميسي يدخل، ميسي حط كرة مش معقول، لا 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 خرجت خرجت ما عادش نعلق. اعتز نيمار مار، نيمار عدى ونيمار مار رونالدو يو، مرحبا بكم اخوتي في فيديو جديد. عرفتي كيف هذه المشكله راسي فاش كندوي قدام الكاميرا بوحدي وما معايا حتى شي واحد، كنحس براسي بحال مسطير، ولكن دابا ملي كاين معايا انت الحمد لله صافي نحس براسي مسطير واحد شويه ماشي بزاف. اليوم جات معايا واحد الضيف اخر، هذا هو اللي كان جبدو ديك الضيف الاخر كيقول لي ميسي تحيه من هذا المنبر ديال شي ماتش، ها هو جبنا لكم ميسي تحيه الساعه. المهم اليوم عندنا لكم واحد التحدي غادي يديرو في بياس فوتبول اللي شحال الفوتبول عرفت لي السمية شحال ديما درت على شي فيديو كنت كندير فيديوهات من شحال ما عرفتش بدلو لها السمية. غادي يديرو واحد التحدي عبارة على 11 دولة، يعني كل لاعب تعزلات الجنسية ديالو غادي نحطو باش غادي نريكورديو ونشوفو شكون اللي غادي يخسر، واللي يخسر غادي نحيدو ليه لاعب واحد من التشكيلة، غيكون ميسي وغيكون نيمار وغيكون اي واحد غادي يتم الحذف ديالو. صافي حاول ما تخسرش باش ما تجيش لك تشكيل لعاب ناضي. وغادي نخليكم مع القرعه تاع هذا الفيديو كما كتشوفوا هنا عجله تاع الحظ، غادي ندورو نشوفو الايكيب يعني الجنسيه اللي عزلت لينا كنحطوها نبداو من الجول. باس برازيل جاو نعزلو شي جول برازيل كيدا في هاد البرازيلي هادو ما عرفتش انا واش عندي، عندي شي واحد واقيلا ولكن ما غاديش يكون زعما مطورو بوزيسيون. كاين اليسون كيما مطورو واش مشكل، هذا ماشي مشكل اللعبة انا بقول مطورينش درت اليسون او فيها 85 وين اللي كاين وي كيلعبو هو اساسي وقال على ادرسون تيتاهي باك اوكي. دابا الجول خدينا نمشيو نشوف واش من بوست انت من خطه بعد على حسب خط غير خط بعد 3 انت دابا عندك داك الشيء يعني اعتبروا هذا هو اغبي وي فهمتي بالضبط. شوف الخطه اللي كترتاح بها انت ما عنديش مشكل. انا عندي اغبي اغبي سير اوكي نشوفو شوف عاوتاني شنو غيطيح فينا خاصنا نحيدو دابا البرازيل. ليتس جو لا شي نمو البالون قدام ماشي غير بالون هو ديجا محطوط عندي اصلا هذا حكيمي ديجا ناري الأربع. شوف انت شكون المغربي اللي عندك؟ عندي ريامان لاعب سي بي هو ياك؟ اه شوف واش من دولة غطيح فينا ثاني اوه لا لا فرنسا الله أكبر حطو في التليفون سنين المشكلة هي فرنسا واحد فيها اللي ناضي وبقى فيا الحال ديرو اوروبا نديرو فرنسا باش اوروبا نبقى نشوف شكون عندي ماشي. كوندي تيت كوندي اوكي يا كوندي خويا هادي مكيش لي لا حطو ميسي حتى انا ما غاديش حطو ميسي حطو ميسي قوا واحد جديد يمكنش لينا هاد الاساطير ونحيدهم فرنسا قلنا ليها السلك ميسي هاش داك اوكي حطينا ميسي حتى تجي ايم ايم تيتا صافي ماشي مشكلة هيد الارجنتين بين احسن المدافعين اللي دازو استغلي واه
البرتغال في عادي جات هذيك ديك النسخه ابون او تقوال ديال المانجا هولندا هولندا عندي واحد خونا هولندي ما نس هادي نقرا ديال وحده كريستيانو بلين جاي بلين نان اسلا شي لعاب ديال اسبوع في ديك نونيز وغادي نقدم عندي سواريز ألماني بكرة دي بقاش وفينا دي شو ألماني سيب بيجو لاب سيب بيجو عندك لدي بسانة حطمة حلم أنا أقول لك حطمة حلم كين كين لبا غادي نديرو سانزمو تعال الدول اللي دلنا فهمشي مشان بحال مدوع وشان مهمة عندك مشان سبين شي سانزمو سبين تاو نفس الجنسية هذا دابا غندخلو كيما لي تشكيله الاحتياط هي اللي غتكون اساسيه هذه نفس الدوله اللي طاحت عندك وفي التشكيلة الأساسية دابا غنمشيو للماتش ونشوفو شكون فينا اللي غادي يلعب إوا الإيكيب ديالي دابا أنا هي هادي والإيكيب ديال هو هي هادي 4-2-1-3 نتسانش طريمون حلو معاك حروب هادشي أو بلاتي كيفاش طولتي أليسون داري خويا شنو زرب عليا دابا مقالش لي أنا طولتو قلتيها لا أنا مسمعتهاش تصمكت ناري 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 مشيت فيها أنا هذا صون ديالي دوريجين هنا كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة إيه بسم الله يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة منتظر كرة قدم ممتعة اليوم ننتظر هي بدينا بالدبل تاتشي الأولى والله يجدو لي زين السياف الاخر واقيل وزربتي عليه المهم داز سلكان سلكان ايوا يلا دون يلا برون يمكن باور 90 مبابي طرب ميسي خدا مبابي يلا وجهك مرحبا كاين هاد المغرب في هاد البلاد سير سير سير
الله اخوانا قلبهم بجوج نهادي ومراهب طول ايه كريستيانو وش اسم مكبوها صاحبي شو هو دار قتل الحب نادي ما ناديش ليو زعتر تمشي كرة ممتازة جدا 10 تمريرات وميسي يدخل ميسي حط كرة مش معقول لا 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 خرجت ما عادش العلق اعتزل طيب خرج شنو هذا هي 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 تي اين عام رونالدو كي عندك ميسي كذوب كذوب ماكس شو يا كان مرضي نوال اليوم في الهايلايت يعني اصلا كل شيء كنت ريكول دا يوليو ميسي سي دا كده ويديكش لا 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 يعني كون دا يستي دي سي هذا الدبل تاتش هو دا الله ما عادش يقدروك يا ليو ميسي ما عادش يهابوك يا ليو ميسي ما عادش يخافوك ويخافوا منك يا ميسي لا ماشي يتم وماشي يتم وانا اللي خاوت واش باسي الفوق ياك وباسي الفوق اي غلي سونتا تاكور نصاب مرحبا في عالم كرة القدم لابد ان تحترم خصمك بمئة معنى الكلمة ليس بالامر السهل فتح المساحات امام البارسا ثم من هذا هو نيمار نيمار مار نيمار عطى ونيمار مار رونالدو سي الله الله يا صاروخي ماديرا رونالدو مين اللي كان يتحدى وين اللي كان يتحدى انا معقول انه سيسجل في هذه الأمسية لا يمكن ان يمر هكذا مرور الكبار مرور الكرام بدون ترك بصمة هي بصمة الكبار يقول شو كده كيف تفرج؟ صح. أليسون أحسن حارس في العالم. أنا مصيبة كعلة. تضغيش الواحد اللي قادر ويسد تضغي والطاغية. ها. ها. أزيد. الله يسلمك. إلى الديزاميرا. 50-50 يسي حوالي نايس نايس لك سيد سيد بقريبي شو يكسي أنكار أنفاس تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي قدم في مباراة اليوم عادي حلول كثيره كانت متاحه للعبه لقد كان استقاع ولكن مره ايوا كوفا بيدنجي تاع كوفا مصطلح جديد هذا لا راسك باش يبان في الكاميرا نسيت كان قاسي ولي نيمار على اليسار يحاول البحث عن كرة عرضية الله على نيمار مرور جميل يا نيمار واندفاع تدخل يا إلهي جميلة من نيمار لكنها لم تكتمل على لقطة كبيرة جميلة والله على نيمار وماشي تب إلا فيه الله طلقوا نادي ميسي لمسة بينية سبليون
دي هذا اليسون ديال ايدوليجين الا قلتها شي قلتها دون باور ديالي هو كان 99 في الجول هاك سعيد الضربة المغمسة في الزيت يا إلهي على الكرة الأخيرة على المرتدة على الانطلاقة على اللمس على التمريرة نحو كريستيانو واحد على واحد رونالدو مر يلعب كرة تشم ندي ما قلت أنا بس بارك يا بيت عادي هذا نادى نيمار رونالدو وندوز ما البالانس عند ميسي خطير الحمد لله شوشو الإعادة عندك الكبتة الإعادة ديال كل دوز من الوسط شوف بويو العيام يزرفني مع البالانس العادي تكون عنده بالانس عالي تبقى ديما يزاحم الآخر يخليش يدوز الناس كيطلع بزاف تو خلى بورتو خاو هاي 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 انت اي حاجه دير لا زوين انت كنت تقصح البروصان ولا تبلغي سير ميس سير كريستيان سير او شوف جميل تتسيبك اوه خرج كورنين صفار شوف شوف كورنين الله يتكون تتسيبك خرج هذا حمار واش خلى اليسون الله يتخرج من جبت ايد اليسون عطيت لك لعاب واحد غادي تمسح ليه من التشكيلة نشوفو شكون هو غادي تمسح دابا مسح ديال الليس دابا ديال الكاميرا عافاك فاك حق مشى شي تحدي اخر شكون ثاني ناوي نضربو شي ماتش اخر قال غير نقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله كما قلت شي كلمه اخيره قبل ما نساليو الفيديو عندي مانجو ما عندوش راح الغالي راح تهلاو